ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي. والإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الملقب بشمس الدين وابن قيم الجوزية، ولد في عام 91 و600 للهجرة، ونشأ في مدينة دمشق. لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع اشتهاره بالورع والتقوى وشدة عبادته. عرف الإمام ابن قيم الجوزية بسعة فهمه لعلوم الشريعة. قال عنه القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منها. وقال ابن رجب: كان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك. برع الإمام ابن قيم الجوزية في علوم مختلفة، وقد ترك مجموعة من الكتب القيمة، منها بدائع الفوائد. من أشهر كتبه وهو كثير الفوائد أكثره مسائل نحوية، التبيان في أيمان القرآن، وفي جميع الأقسام التي أقسم بها الله قسما صريحا أو ضمنا في القرآن، زاد المعاد في هدي خير العباد من أشهر كتبه، جمع فيه بين الفقه وأحكامه والسيرة النبوية ووقائعها، وسماه ابن حجر العسقلاني الهدي النبوي. إعلام الموقعين عن رب العالمين، جمع فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من كتبه المشهورة، وهو شرح لكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. توفي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله سنة 51 و700 من الهجرة، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته، وكمل له من العمر 60 سنة.